معك حضر الحميد، رئيس جمعيه البيضاويه لبائع الصحف المجله بالدار البيضاء. كانت عندنا معاناه كبيره مع شركه التوزيع ومع الناشرين، وعلى حسب الرساله اللي كنا صيفطنا نهار 1 يونيو لشركه التوزيع بسميتها ايديتو، ارسلناهم باش نديروا معهم اجتماع. قبلوا المسائل طلبوا منا درنا اجتماع نهار 6 يونيو، نهار 6 يونيو كان اجتماع مع شركه ايديتو، الشركه ايديتو المالكه لشركتي سابريس وشبريس ورق بريس، وجمعيه بائع الصحف والمجلات الدار البيضاء ديال الرباط ومراكش. وحضر عن اجتماع كل من مجموعه ايديتو السيد عبد بدر الدين العراقي نائب المدير العام، والجمعيات اللي حضروا كاين من الدار البيضاء الجمعيه البيضاويه بائع الصحف والمجلات، والجمعيه بائع الصحف والمجلات بالرباط، وجمعيه المعرفه لارباب الاكشاك ونقط بيع الجرائد والمجلات. المغزى السحابي، المغزى كان باش نحلوا جميع المشاكل اللي كانت عندنا معهم، وهي كان النقط اللي كانت فيها اللي تفاهمنا عليها كل شيء وتفاهمنا على كل شيء، وانه النقطه الاولى ديال تحديد وضعيه الفواتير العالقه في ذمه بائع الصحف والمجلات، والطريقه المثل لاداء حسب حاله كل شخص. طمأنت المجموعه البائعه على انه وكعادتها سوف تاخذ بعين الاعتبار الظروف الماليه لكل زبون على حده لتسديد الفواتير العالقه، وذلك في نطاق معقول بالتشاور والاتفاق مع الناشرين. النقطه الثانيه مراعاه الظروف المصاحبه لانطلاق عمليه البيع، لان ما بين الوقت اللي غتبدا البيع ما كاينش حل نسميتو، ما يكونش بيع داير، الشركات ما خدموش بزاف المسائل. كاين بعض الجرائد سمعنا طبعوا اللي كان طبعوا سيدي هو اللي عندهم المطابع ديالهم بحال المتا، خرج المتا وخرج الصحراء المغربيه، وكاين الشركه ديال وكاين اللي كانوا ميس مع الصباح، هادو هما اللي طبعوا فقط. وجريده ديال لاماب الجديده اول مره غتخرج العدد الاول الثاني. الجرائد واش دابا غادي غترجع ل 100؟ لا، بهذا الحجر كاين، وبهذا الوضعيه ديال الحد الثامنه ما يمكنش، لان الشرائد الاخرى على الجرائد الاخرين ما شجعوش باش يطبعوا، لان اول حاجه كما تعرف ان الجرائد راه تبارك الله 70% حتى 80% ديال المبيعات هما المقاهي، ما حد مسدودين، راه ما قدروش صاحب الجرائد ينشروا، ولوطيلات مسدودين، عندك الشركات اللي تديروا على حسب البعد والمسائل، راه ماشي تتشرف، هذاك الشيء الجرائد ما تشجعوش باش يطبعوا، خصوصا وانت تطبعوا عند المطابع الاخرى. شنو المطالب ديالكم السي حميد؟ المطالب ديالنا هو خصنا نعرفوا حنا كمنظومه ديال بائع الجرائد اللي ما عطيناش الوضعيه ديالنا، هو انه ما معترفينش بينا كاع، وحنا هما اللي لا ما كانش البائع الجرائد كاين، راه ما كاينش شركه توزيع للناشرين. ما تلاقينا ما عمرنا تلاقينا الدعم. الجرائد تياخذوا الدعم وكل شيء، وحاجه اخرى هو انه لا شركه توزيع لا شركه ديال الناشرين عمرهم ما تفكروا البائع. نقول غير من المثال شركه الوسيط، وسيط بريس اللي مكلفه بالمساء، راه البائع اللي وقف معاه توقفت على رجليها، وحد الان عمرهم ما تفكروا فيهم. حتى اطلس بريس اللي دابا حبسات اللي كتنجر شركه جرائد الاخبار، راه حتى هي كنا وقفنا معاهم ودرنا بعنا وكل شيء، ومع ذلك ما عمرو عرفونا لحد الان. ما كاينش جريده اعترفت فينا الا جوج جرائد، الاحداث المغربيه تنشكروها اللي كان دائما ماشي غير في هذه الجائحه، كانت تفكر دائما البائعه وتطلع مره تفكرهم، والمشعل اخيرا في شنو الجرائد اللي فكرونا الشيء الاخر المشعل، لكن الاحداث والمشعل هما اللي وقفوا معنا، اما شي جرائد اخرى ما كاين. صيفط لهم رسائل ما جاوبوناش لحد الان، صيفط لهم باش نريحوا معاهم ما كاينش اللي بغيت. هو انه خص الناشرين خصهم يعرفوا واحد الحاجه، صاحب الجرائد اشنو عمرهم ما تفكروا البائع، لان هو لما كان البائع راه ما كاينش هما، لان هو اللي تيوصل، راه كاين الشتاء البرد الاعياد ما عمرهم تفكروا حتى شي حاجه، والبائع دائما اللي يحينوا، وخصوصا انه ما عندهم لا التغطيه الصحيه، ما عندهم لا سينسيس، لا حتى حاجه، لان غير مهيكل. شكرا.